السلام عليكم. اليوم حابين نتكلم على قضية المطروحة في الحدود بين الجزائر والمروك، وبما يسمى بقضية الفجيج أو واحد الفجيج أو واحد الفكيك، حسب اللغة بالأمازيغية يقولوا الفكيك، وبالعربية بالعربية يقولوا الفجيج، والتي تقع في ولاية بشار بالقرب في المنطقة بالقرب من بلدية بني والنيف، وهذه هي الآن منطقة نتاع الفكيك أو الفجيج، واحة الفجيج أو الفكيك. وهذه هنا بالأصفر نشوف الحدود نتاع الجزائر مع المغرب، ونلاحظ أن الحدود دايرة كلية على واحة تاع الفقيق، وهذه هي الواحة هنا بالأخضر، ونشوف الحدود دايرة قريب على ثلاث أرباع المحيط نتاع الواحة هذه. المشكل المطروح حاليا دوك نهضروا ونشوفوا، نقول لكم من هو وش هو الصحيح، الصحيح من الغلط، من المتداول الغلط في اليوتيوب، في فيديوهات اليوتيوبرز، ما هو الغلط وما هو الصحيح. اولا نقطه مهمه هي، اولا الجزائر او الجيش الجزائري لم يدخل مدينه فجيج، واحد فجيج هاي هنا لم يدخل الى واحد فجيج، ولم يحتل واحد فجيج، والجيش الجزائري كان ملتزم بالحدود الدولية المعروفة عالميا. إذن هذه أول نقطة مهمة جدا، أن الجيش الجزائري لم يتخطى الحدود الجزائرية المغربية. المشكلة مطروحة في نقطتين، النقطة الأولى هي هذه، هنا هذه هي النقطة المطروحة الأولى، ثم نروح للنقطة الثانية. هذه هي المنطقة اللي يسموها منطقة العرجة، وهذه منطقة العرجة نلاحظ أن هنا أشجار، الأشجار نتاع التين، الأشجار نتاع النخيل تعدات الخطوط، الخط الأصفر نتاع الحدود. ها هي الأماكن اللي استرجعها الجيش الجزائري، وهي أماكن داخل التراب الجزائري. هذه هنايا يعني. إذن هذا هو المشكل، هما المراركة بحكم أنهم انتهازيين استغلوا يعني عدم وجود أي مناطق، أي يعني مواقع نتاع الحدود هنايا، وتوغلوا في هذا الصنف، وتوغلوا داخل الواد هذا. هنا كاين واد ما بين الجبل هذا والجبل هذا، وتوغلوا هنا وبنوا وغرسوا هنا اشجار تاع نخيل واستغلوها، والجزائريين كانوا على بالهم لكن ما حبوش يتدخلوا، وبنوا حتى بنوا هنا نشوف بعض البنايات، وبداو يتوغلوا يعني كل مرة أكثر، حتى وصلوا لهنا إلى هنايا، وهذا المنطقة يعني وصلوا حوالي هنايا إلى 20 إلى 30 كيلومتر داخل التراب الوطني. وها هي هنايا مدينة بني والنيف، ها هي هنايا مدينة بني والنيف الجزائرية. يعني المشكلة راه في هذا الأشجار اللي هنايا وبعض البنايات اللي بنوها. إذن الجيش الجزائري وش دار؟ قطع الواحة هذه، قطعها هنا في الوسط على حسب الحدود، واسترجع هذه الأشجار هذه،
وحاوز كامل الفلاحين اللي كانوا هنا والسكان اللي كانوا هنايا الى داخل تراب سقيفه. سلام. اذا هذا هو الشيء اللي صرا استرجاع لهذه المناطق. وهذه المنطقه كان هذه الواحه نتاع هذه هي الواحه تاع الفجيج كانت كما نقولوا حنا لا بلاك تورنوت نتاع التجاره تاع المخدرات. هنا كانت التجاره تاع المخدرات يمروا من هنا، ومن حق الجزائر ان تغلق الحدود بما ان الحدود مغلوقه، بما ان العلاقه ليست في احسن احوالها. فاذا من حقنا نسترجع هذه الاراضي. المشكل الثاني، اذا المشكل الثاني جاي في واحه واسمها العريضه ولا العروضه ولا هاي هنا، هذه نفس المشكل اسرى ان المغاربه توغلوا ما وراء الحدود. هاي هنايا هنايا بناو يعني مساكين وداروا غير سواحات. اذا هذه هي المشكله الثانيه في المنطقه هذه. نلاحظ ان هناك اشجار هنايا، كل هذه المنطقه توغلوا فيها المراركه وغرسوا هنا اشجار نتاع النخيل واسترجعتها الجزائر. هذا هي، وهذو كلهم هذو يعني حدود محترف بها دوليا. جوجل هنا الخريطة تاع جوجل، جوجل عندما دار الخرائط هذو استمد الخرائط هذو من وثائق نتاع الأمم المتحدة. كاين خرائط وكاين اتفاقيات ما بين، بدون ما ندخل في التفاصيل تاع الاتفاقيات ما بين مروكو والجزائر في 67 و69 و72. كاين اتفاقيات في 82، والجزائر وهما كل خطره يحاولوا يجبدوا ملف تاع الحدود. هذا ملف راه مفصول فيه، يعني الحدود بين الجزائر والمغرب مفصول فيها، حتى الحدود يعني حتى الحدود هنا الحدود بين الصحراء الغربيه والجزائر والمغرب هاي غير معترف، يعني الصحراء الغربيه غير معترف بها دوليا. حتى الخرائط تاع جوجل تفصل ما بين المروك والصحراء الغربيه. انا لاحظ ان هناك خط تاع حدود يفصل بين المروك والصحراء الغربيه، وهنا التسميه هي الصحراء اوكسيدونتال، الصحراء الغربيه مش صحراء هذه خريطه امريكيه. هذه مش مشكل نتاع الجزائر، هذا مشكل نتاع الامم المتحده وامريكا بنفسها غير معترفة بالمغربية الصحراء. إذن المشكل غير يعني بدون راه موجود بدون حل، يعني بما يخص الجزائر المغرب والصحراء الغربية. ما نزيدش نزيد نخلق مشكل آخر هنا. إذن القضية ما كانش جيش جزائري يحتل مدينة فجيج هذه أو فتقيك. هذه واحد فتقيك، واحة عريقة فيها عندها تاريخ كبير معروفة لدى يعني معروفة عالميا. هذه مش مدينة صغيرة، وهي يعني الحدود، مسألة الحدود فصلت فيها أنها مدينة مغربية، وإحنا نعترف بأنها مدينة مغربية. لكن المشكل مطروح في هذه المنطقة الصغيرة بالذات، وهذا المنطقة هذه منطقة العرجة هذه هنا، ومنطقة العروضة هنايا هذه هنا. هذو هما النقاط، زوج نقاط اللي استرجعتهم الجزائر، وهذا من حقنا. والدليل على أننا لم نتدخل
ندخل داخل التراب تاع المروك، ولم وكنا بعاد على مدينة الفجيج، وأن السلطات المغربية لم تدلي بأي تصريح، ما هضروا والو، سكتوا. احنا حكمنا السراقين داخل كيما نقولوا حنا لو جاردان تاعنا، حكمنا السراق داخل البحيرة، حاوزنا. اذا السراق ما عنده ما يهدر، حنا السراقين حكمناهم داخل البحيرة، داخل البحيرة على انتيريور دو نوتر جاردان. كي قلت لك انت السراق داخل الجنين، واش يهدر؟ هذه خلاص تحكم يتحاوز. وهذه المنطقة اللي عطاو لهم يومين، الجيش الجزائري عطا لهم يومين باش يخرجوا منها. وهنا الآن الدركاية، هنا نشوف بوست فرونتالي. دوكا الجيش الجزائري فصل لهنا ودار ان بوست هنايا وان بوست هنا، لأن من جهة منا كاين حدود طبيعية، جبال وكذا، وفي هذه المنطقة اللي يقدر الإنسان يمر فيها داروا ان بوست فرونتالي هنا وان بوست فرونتالي هنايا. وكان الخط تاع الحدود يحدده ان ريون لازر، ان ريون لازر يضرب من لهنا يتراسي لك لا فرونتيير ما بين البلدين. والسلام عليكم.